السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير، راكم لاباس عليكم. اليوم جبت لكم وصفه مالحه، الحين نعملوا اليوم تليتلي اكسبريس، ساهل خفيف، يوجد لكم في 10 دقائق. ما تغلو، ما تصفوا، ما تفوروا، يجي بزاف بزاف بنين صدقوني، يجي كل حبه وحدها يجي بنين مفرز. يلا صلوا سلموا على رسول الله، ما تنساوهاش، ونبداو مع بعض. هنا خديت هاد الطنجرة رايحة نخدم فيها، على بالي ما تلصقليش. نحط فيها 3 مغارف كبار تاع زيت. انا قبل رايحة نبدا نذكر لكم المقادير راح نخدم بيها، من بعد نجوزو للتحضير. عندي ستر تاع دجاج مقطع، عندي حبة تاع طوماطيش مرحية، عندي حبة تاع بصل كيف كيف رحيتها، عندي هنا مغرف كبيرة تاع طوماطيش مصبرة يعني فتحتها في شوية تاع ماء، عندي حبة تاع فلفل حار حبيتو ما ديروهاش معليش، وعندي عبر ماشي معمر تاع تليتلي، وعندي هنايا 4 فصوص تاع الثوم مع الملح. يلا بسم الله نبداو في الطريقة، يعني ما ياخذ لكمش كامل الوقت، وعنده بنة وعنده ذوق تليتلي. هنا نبداو نحطو المقادير كامل مع بعض. عندي هنايا ستر تاع دجاج، من الأحسن ديرو ستر تاع الدجاج باش يجيكم سواسوا في الطياب. نحطو هذاك الحار، ونحطو عبر ماشي معمر تاع تليتلي، نتوما اي عبر درتو به ما تعمروهش. هنا عندي حبة تاع بصل كبيرة شوية ريحتها رقيقة، عندي معاهم هذيك الحبة تاع الطوماطيش ثاني ريحتها، نحو لها القشور ورحوها، وعندي معاهم هنا مغرف كبيرة تاع طوماطيش مصبرة كما قلت لكم فتحتها في 2 مغارف ولا 3 تاع الماء، ضروري تفتحوها في الماء. عندي معاهم هنا الثوم كما قلت لكم 4 فصوص كبار رايحه نحطهم. هنا الملح ما رانيش رايحه نزيد، استخدمته كي دقيت الثوم في المهرز، ورايحه نزيد معاهم كميه تاع فلفل كحل، ورايحه نزيد معاهم شويه تاع كركم. البنات نقول لكم صدقوني ديروا الكركم هنا يعطي لكم لون اكثر من اللي يعطيكم ذوق، يعني بزاف اللي تقول لك نزيد الطوماطيش نزيد 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 وما تحمرليش هذيك الماكله وتجيني قارصه. نقول لكم الكركم يعني يعطيكم واحد اللون مع الحموريه تاع الطوماطيش. هنا شعلت النار وغير تبدا يعني هذيك الطنجره تاعي نسمع فيها هذاك الصوت تاع التقليه، نبدا نخلطها مع بعض هكذا، ونخليها تتقلالي، النار تكون متوسطه يعني الطوماطيش هذيك تطلق الماء، البصل هكذا. ما نقولكم يعني هاد التليتلي ماشي غير في السرعه تاع الطياب تاعو ولا في البنه، صدقوني بهالطريقه عنده بنه ان شاء الله تجربوه. هنا نعاود نغطي ونخليه يتقلى، يعني نقصلو النار ونخليه يتقلى بعقله هكذا مره مره. نجي ليه ونخلطو، يعني نخلطو مليح من القاعده هكذا باش ما يلصقليش هكذا. بهذه الطريقه وهو منه راه يتقلى، ومنه هذاك التليتلي يعني يتشرب لي الزيت ويتشرب لي هذيك البنه، بعد يجيني يعني كل حبه وحدها كيما قلت لكم هكذا 2 خطرات ولا 3 خطرات. ما تنساوهش غير دقيقه دقيقه ونص وعاودوا ولوا ليه. انا هنا تقلالي خلاص، راني مجده ما سخون كيما قلت لكم. بالنسبه للماء رايحه ندير 4 عبار، يعني عبر ماشي معمر تاع تليتلي مع 4 عبار تاع الماء. ديروا الماء سخون هكا باش تغلي لكم بالخف، هادو 3 عبار. دوك نزيد الرابع، رايحه نحركو شويه هكا باش نحيه يعني هكذا، دوك نزيد الرابعة، نزيد عفوا ماشي الرابعة، الرابعة تاع الحشية هذا، حنزيد العبر رقم 4.
هنا كيما قلت لكم ديروا عبار ماشي معمر، ناقص شويه، ناقص اصبع تاع تليتلي مع يعني اربع عبار معمرين مليح تاع الماء. هنا في الاول كنت حطيت قطع تاع الدجاج، وهنا كي قليتو مرقت رايحه نزيد هاد ليبول. هادو كيف كيف ثاني تاع الدجاج، فيهم ملح ثوم وفلفل كحل، رحيت مع ذاك الدجاج ودرتهم كويرات بهذه الطريقه، ورايحه نغطي. نخلي الطنجره تاعي ترفد الغليه. في الاول نخلوها على نار قاويه، وهنا زدت نص مغرف تاع العكري. العكري يعني يحمر، هذا ماشي حار، عكري حلو. ونغطي. تبان لكم لاصوص هكا حمراء بزاف، بصح من بعد تليت لي او راح يتنفخ يتشرب كامل هذيك لاصوص. هنا بعد 15 دقيقه باش رحت فتحت عليه الطنجره وحركتها. نقول لكم حطوه على نار قليله، اقل درجه عندكم. هاي بعد ما زادوا جازوا 10 دقائق واحد اخرين، زدت جيت لي هنا وزدت حركته تحريكه خفيفه، ما تكثرلوش تحرك باش يقعد يعني كل حبه مفرزه وحدها. زدت له فقط ورقه عرند، هذه اختياري انا، حبيت نديرها وانتم لكم الاختيار. شوفوا تليت لي تاعنا كيفاش يجي هذاك اللون، صدقوني يجي بزاف بنين. وزدت له حبه حار في الاخير بعد ما طفيت. نزيد البنات هنايا نسقيه باش تشوفوه، ونقول لكم تليت لي مع الاول حطوه على نار قاويه، تبدا تغلي هذيك القدره الغليه الاولانيه، نقصوا له كامل على اقصى درجه عندكم. يا لو كان معليش ما يغليش، بصح هو راح يتنفخ ويطيب. هذه من ضروريات نجاح الوصفه. سقيته هنا، رايحه نديكوري على بالكم تليت لي يجي بنين مع البيض، نديكوريه بالبيض مغلي، وانتم لكم الاختيار. هنا كانت عندي شويه تاع حميصه طيبتها، نفس واش حرشت في التليتلي درتو في الحميصه، ودرت طرف تاع دجاج غير صغير هكا باش يطلق لي البنه، وغلقتها في الكوكوطه حتى طابت لي عادي، ودرتها للتزيين. ما ديروهاش مع التليتلي، ما راهيش رايحه طيب. هنا واش نقول لكم، وصفتنا كانت واجده، جربوها بزاف بنينه. لنجاح الوصفه نزيد ناكد لكم، النار تكون قليله، معليش حتى وما تغليش. قلت لكم الطنجره تاعكم بصح تتنفخ، وهذاك تليت لي يجيكم بزاف بنين وخفيف. السلام عليكم، جامل الفيديو، اللي مازال ما اشتركتش مرحبا.